بخير عليكم مرة ثانية وتحية مجددة كمان لكل اللي انضم لمتابعة برنامج في حضرة المساء. الفقرة الأولى اللي حنتكلم فيها، يمكن كثير من الشباب محتاجين ان هم يعني ينتجوا طاقتهم، ان هم يستفيدوا من الطاقات الشبابية في حاجة مفيدة جدا. فنحن هنتكلم عن الحديث الرياضي، هنتكلم عن محلية مبدأ، هنتكلم كمان عن الترتيبات والدورات الرياضية اللي بتقام. فهنتكلم مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ إبراهيم حسن، رئيس اللجنة العليا وشباب الثورة المستقلين محلية مبدأ. أهلا وسهلا بك. أولا أحيي قناة الهلال على هذه الاستضافة الطيبة، ولنا الشرف أن نهل ضيفا على هذه القناة في مساء اليوم، وأقدم تحية نيابة عن أعضاء شباب الثورة المستقلين أو المكتب الاتحادي لشباب الثورة المستقلين. مرحبا بك ومساء الخير عليك مرة ثانية. يمكن سيف ذكر في البداية الفقرة الرياضية، ونحن لما نقعد ونتكلم عن حاجة اسمها دورة رياضية معناها بتشمل حاجات كثيرة جدا. فبالمعلومة اللي عندي وحسب معرفتي، امبارح كان أول يوم للدورة الرياضية. نحن دارين نتكلم عن الدورة الرياضية بداية بصورة عامة، والفكرة ذاتها جات من وين؟ أولا نحن فكرنا في الدورة الرياضية عشان نحشد طاقات الشباب ونستقلها في أشياء تملى زمنهم ونحن نستفيد منها، ومنها نتدرج في بناء الوطن. الفكرة فكر فيها مجموعة من الشباب من مبدأ، من محلية مبدأ بالتحديد، مع بالتعاون مع شباب الثورة المستقلين. وبعد التحاور وصلنا لنقطة اتفاق إنه نختار محلية مبدأ كنقطة انطلاق بالنسبة لنا، مع إنه الرياضة ما بتعرف جغرافية ولا بتعرف لونية. نحن إن شاء الله الدورة بنقدمها في أي مكان في السودان، وهي ليس حكرا على محلية مبدأ، لكن نقول أول القيس قطرة، ودي بدايتنا، كانت نقطة الانطلاق هي محلية مبدأ. جميل جدا. محلية مبدأ لما أنتوا طرحتوا لهم خطتكم الاستراتيجية بتاعتكم، هي وافقت على طول؟ هي دعمتكم؟ محلية مبدأ أولا أجرينا معها سلسلة من الاجتماعات والتفاوض والمشاورات، بعد ذلك وصلنا لنقطة اتفاق واتفقنا معهم إنه نقيم الدورة عندهم. وكانت الاستجابة في البداية كانت نسبية، لكن في الآخر وجدنا القبول التام نسبة للطرح والتشاور التامة بيننا وبينهم. جميل جدا. بما أنه مبارح كان أول يوم لقيام الدورة التدريبية، عفوا الدورة الرياضية، داير أعرف نسبة الحضور كانت كيف كأول يوم؟ كأول يوم كانت نسبة الحضور نسبة مشرفة جدا جدا، ممكن ما أربطها برقم، لكن كانت نسبة عالية بالنسبة للافتتاح. وبالنسبة لليوم أصلا كان صادف يوم فيه مواكب وفيه تتريس في الطرق، يمكن في ناس كانوا متحركين من محلية أو من الكلاكلة ومتحركين النيل، متحركين من بحري عشان ما يصلوا لنا هناك، لكن نسبة اللي تتريس الطرق ما قدروا يصلوا الكورة. جميل جميل جدا. يعني نسبة حضور كانت حتكون كبيرة جدا لو ما في حاجة حاصلة. طيب نحن لما نجي نتكلم عن يعني الدعم، دعم الدورة الرياضية، فمحتاج دعم كبير جدا ومجهود كبير جدا، يعني ما شخص ولا شخصين بيقفوا في الحاجة دي. فأنتوا عددكم كم اللي قايم بالحاجات دي كلها، وبتلقوا الدعم من وين؟ والله أولا أحيي المجهود المادي والبدني المبذول من قبل شباب الثورة المستقلين، وأن احنا نفذنا الدورة دي بمجهودنا الذاتي، لم نتلقى دعم من أي جهة من الجهات، فقط كان تعاون مشترك ومساهمات بين أعضاء المكتب الاتحادي لشباب الثورة المستقلين، ولا يتعدى عددهم 8 شخص، أي شاب وشابة. جميل. يمكن أستاذ إبراهيم في البداية أنت ذكرت الفكرة العامة وفكرة الدورة الرياضية بصورة عامة، ومعروف أنه الفكرة بكون لها أهداف، فياريت برضو نعرف أهداف الفكرة بتاعت الدورة الرياضية شو؟ الهدف من الدورة الرياضية أن إحنا حبينا نغير الروتين الموجود وظل موجود
لفترة طويلة جدا، إنه الشباب حصل فراغ والفراغ ده ما قدروا يملوه. الفراغ محتاج لأنشطة عشان ما نستقل فيها طاقات الشباب، فنحن حبينا نوجه طاقات الشباب في أشياء ممكن نستفيد منها اللي هي الجانب الرياضي، وبنعتبر إنه الدورة دي عبارة عن معرض أو سوق بالنسبة للعيبة وإبراز مواهبهم. يعني أمس نحن اكتشفنا عدد من المواهب، ويوميا بنكرم نجم في المباراة، ويمكن أن احنا بسبب الدورة دي نبقى نافذة لإخراج بعض اللعيبة وإبراز مهاراتهم والصعود بهم إلى درجات عليا. جميل. أيضا أستاذ إبراهيم، يمكن استقطاب المواهب الزي دي بتحتاج برضو مجهود. يعني احنا بنلقى يمكن كتار من الشباب من الأطفال أيضا عندهم مواهب كبيرة جدا، لكن ما لاقينا الفرصة. فكيف انتم بتستقطبوا الحاجات دي؟ دائما الأطفال دول بيكونوا مثلا في الحلة بيلعبوا في يعني ما ظاهرين، لكن عندهم مواهب كبيرة جدا. فكيف انتم بتستقطبوا الحاجات دي؟ احنا بنستقطب الحاجات دي عبر برامجنا الصغيرة. يعني الهدف ان شاء الله بعد الدورة دي نقيم دورة للناشئين، بدل لما الأطفال اللي بيلعبوا في الطرقات وما في زول برعاهم وبيكتشف مواهبهم، إن شاء الله نحن نسخر طاقتنا عشان نكتشف الأطفال ليل وتتم رعايتهم من قبل الأكاديمية العليا للرياضة، ونحاول نساعدهم عشان يمشوا لقدام. زي ما أسي حاليا برضو مرتبين للبرامج الثقافية في خلال الأيام الجاية، مرينا على عدد من المدارس، ويمكن سبب التأخير في هذا البرنامج لم آتي أتيت متأخرا لأنه زرت بعض المدارس عشان ما أقدم لهم طلب يعدوا لي برنامج ثقافي بيبرز المواهب الموجودة داخل المدرسة خلال المرحلة الجاية عشان نعرضها في اليوم الختامي بالنسبة للدورة الرياضية. جميل جدا. طيب أستاذ إبراهيم، يمكن قبل شوية في كلامك اتكلمت من واحدة من الأهداف إنه في شباب كثير جدا قاعدين ساي، نحن نكون نتكلم بالواضح، فممكن الحياة دي تشغلهم شوية يعني ويستفيدوا من الدورة الرياضية. بما أنكم مؤسسين لفكرة الدورة الرياضية وأنت رئيس اللجنة العليا لشباب الثورة المستقلين، فأنا داير أعرف برضو دوركم شنو تجاههم هم الشباب ديل. نحن إن شاء الله دورنا اتجاه الشباب اللي ما لاقيين عمل وما لاقيين حاجة تشغلهم وبيمارسوا ممارسات خاطئة، يمكن بيهدروا في زمنهم وبيهدروا في طاقاتهم وبيعيقوا مسارات الآخرين. نحن بنساعدهم عبر إنشاء مشاريع، يعني عندنا دراسات موجودة، نوجه للمسؤولين إنه يساعدونا في تنفيذ هذه المشروعات عشان الشباب ديل ما يكون عندهم فجوة فراقية ما يقدروا يستغلوها ويهدروا طاقاتهم. نعم. من المعلوم يعني الحاجة دي يمكن هموم الشباب والظروف الاقتصادية الحالية الآن في البلد بتدفع الشباب يمكن ان هم يعني يتجهوا لطريق خاطئ، ولكن مثل هذه الدورات الرياضية الثقافية وما إلى ذلك يمكن يعني بيوجههم في الطريق الصحيح. فنحن عاوزين نعرف في الدورة الرياضية عندكم فرق مشاركة كثير جدا، صح؟ نعم. فعاوزين نعرف الفرق دي. طيب، الفرق المشاركة في هذه الدورة 16 فريق، وإذا حبيت ممكن أذكرها، لكن تطول القائمة ممكن أذكر لك منها نماذج. ويوم غدا أول يوم عندنا نجوم السامبا والنضال، ديل حاليا في الملعب لاعبين، المباراة قائمة الآن في ملعب الحارة 17 أبو زيد ملعب النادي النسور. غدا اتحاد أبو زيد والصحوة 14، ودي المجموعة الأولى المجموعة ألف، وإن شاء الله المباريات مستمرة والعدد كبير جدا جدا، يعني 16 فريق بتلعب 31 لعبة خلال كم 24 يوم. جميل. يمكن دي بعض النماذج للفرق اللي ذكرها قبل شوية، أول محور ذكره سيف، لكن برضو حاجة مهمة جدا، كيف تم اختيار الفرق؟ تم اختيار الفرق بعد المشورة مع المجموعات الموجودة داخل الأحياء ولجان المقاومة بالاتصال معهم، لأنه الفترة الأخيرة في ربط ما بين لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات، ونحن تفاهمنا معهم وتقبلوا الفكرة، بعد ذاك هم جابوا لنا الفرق
ونظمنا الدورة. جميل جدا. جميل جدا. نحن برضو هنتكلم عن الكثير عن الدورة الرياضية وجهودكم المبذولة كمان عن محلية أم بدل اللي قامت بدور فعال برضو، ولكن عقب هذا الفاصل مشاهدينا فابقوا معنا.